عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات والعميد الأسبق لكلية النقل الدولي واللوجستيات. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. الكثير من المحللين والمتابعين وحتى خبراء الاقتصاد يشيرون إلى الدروس المستفادة من إدارة الأزمة في هذا الحادث، خصوصا على المستوى الاقتصادي ونظرة باقي دول العالم إلى قناة السويس والدولة المصرية في إدارتها للأزمة. حقيقي أن الأزمة الأخيرة أكدت على أن قناة السويس هي شريان التجارة العالمية، ما كانش هي الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، فإن مجرد حدوث الأزمة انعكس ذلك على أسواق النفط في العالم، ارتفعت الأسعار، التكدس في المواني المتعاملة مع التجارة العالمية كلها بقى فيها تكدس، ومواني أخرى لم تصلها السفن، سلاسل الإمداد العالمية تأثرت سلبا، وبالتالي كان لو طال أمد الأزمة لا قدر الله كان ذلك انعكس على أسعار السلع النهائية، وبالطبع ده نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الطاقة ونتيجة طبيعية لعدم ملائمة الكميات المعروضة من السلع مع كميات المطلوبة، وبالتالي ده كان هينعكس سلبا على رفاهية المستهلك في الاقتصاد العالمي ككل. كمان سلاسل الإمداد كلها كانت هتتأثر، وده هيؤثر على جداول الإنتاج في العالم. من ناحية تانية إنه حتى في السوق الملاحي الدولي كان الفترة اللي فاتت كان في ركود في سوق الناقلات، بمجرد ما حدثت الأزمة أسعار ونوالين النقلات ارتفعت جدا. نعم. وأيضا كان في نقص في عدد الحاويات الموجودة في السوق نتيجة جائحة كورونا، كان في عدد كبير محتجز في دول كتير. وجود أزمة في قناة السويس أدى إلى للصناديق أو الحاويات، وبالتالي أثر على سوق الحاويات. ولا قدر الله لو طال أمد الأزمة كان بعض السفن كان ممكن تتحول إلى طريق قصر الرجاء الصالح، وما يعني من هذا الطريق من طول المسافة حيث أنه يزيد نعم نعم دكتور محمد هل ما زلت معي؟ نعم ده هو فقط الصوت غير واضح، يعني لو تغير مكانك قليلا فقط. عندي سؤال آخر لحضرتك له علاقة بأنه بمجرد الإعلان في وسائل الإعلام الدولية على بدء تعويم السفينة، وإحنا هنا بنتكلم عن نسبة من المفترض أنها بعد قليل ستصل إلى 100%، لكن بنتكلم عن أنه انخفضت أسعار النفط. ما توقعات حضرتك في الساعات القليلة القادمة؟ الساعات القليلة القادمة هو متبقي أقل من 20% من مقدمة السفينة عشان تتحرك، وإن شاء الله الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة هيبدأ المد الثاني، وبالتالي هيزيد منسوب المياه في القناة بحوالي 2، ومع جهود التكريك السابقة ومع الجهود اللي بتعملها الهيئة دلوقتي بوجود عدد كبير جدا من القاطرة وطول القاطرة دي بقوة شد 285 طن هيتم تحرير السفينه بالكامل، وممكن سحبها الى منطقه البحيرات المره، وفي هذه المنطقه هتحتاج ساعتين عشان تصل من مكانها الى منطقه البحيرات المره، وتبدا القناه فورا في عمليات تصريف السفن المحتجزه داخل القناه اولا. وانا بعتقد ان السفن المحتجزه النهارده عددها قارب ب 380 سفينة، وبالتالي الطاقة التصريفية لقناة السويس قبل عمل قناة السويس الجديدة كانت 49 سفينة يوميا. الطاقة دي زادت بقت 97 سفينة يوميا، وفي تشغيل عملي في بعض الأيام اللي السابقة قناة السويس استطاعت أن تصل ل 108. وزي ما أنا سمعت من سيادة الفريق مهاب وسيادة الفريق أسامة انه هيضعفوا وقت العمل، اعتقد صحيح. انه في غضون 3 أيام ممكن القضاء تماما على مشكله التكدس سواء في مدخلي القناه سواء الشمالي او الجنوبي. ارجو ان يكون الصوت واضح. نعم يا فندم واضح. طيب دكتور محمد، بتتوقع حضرتك انه التاثير على مستوى التجاره العالميه ومستوى الاقتصاد بشكل عام سيبدا من تعويم السفينه ام سيبدا بعد الانتهاء من قصه تكدس السفن؟
لا، التأثير بدأ بالفعل من أول ما أعلن عن تعويم السفينة. لو حضرتك شفتي الانخفاض اللي تم على طول في أسواق أسعار النفط. نعم صحيح. لأنه ليه هم كانوا متحسبين؟ لأن لو الأزمة طالع مدها سوف يعكس ذلك على الأسواق لا محالة، وبالتالي فبقى من هنا بدأ كله يتحسب بأن نقص الإمدادات عشان كده ارتفعت الأسعار. أما والأزمة قد يعني لاحت بوادر إنهاء الأزمة، أكيد الأسواق العالمية هتعود لوضعها المستقر، خاصة إن لحسن الحظ إن جاءت هذه الأزمة والاقتصاد العالمي لما يتعافى من كورونا، وبالتالي فالأسعار ما تأثرتش تأثر كبير. لو كان إحنا في الظروف الطبيعية كان الأسعار قفزت أكثر من كده بكثير. طيب أخيرا دكتور محمد، ما يتعلق بمسألة النظر الآن إلى قناة السويس من قبل الشركات والدول اللي كانت بتتعامل معها وما زالت طبعا تتعامل معها، هل في أي توقعات أو تقديرات من حضرتك من خلال خبرتك في لجوءهم إلى طرق أخرى أو الطريق البديل، يعني أو حالة من القلق أو الارتياب؟ هو ما اعتقدش ان هذا، لانه اولا قناه السويس عندها ميزه تنافسيه مش موجوده في اماكن اللي بتطرح نفسها كبديل. نعم. واليومين اللي فاتوا شفنا اكثر من بديل مطروح، وكيف استغلت الازمه اللي حصلت على اساس ترويج او قناه السويس غير قادره على استيعاب التجاره العالميه. لكن الحقيقه انه البديل لحد الوقت الكامل لقناه السويس غير موجود، وانا بعتقد انه مصر لانه في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس يعني لو احسن استغلالها كمركز لوجستي وصناعي عالمي سوف تخلق طلبا اضافيا على قناه السويس، وبالتالي يستحيل منافستها. لان البدائل المطروحه لو لما نيجي نناقشها كبديل بديل قدامنا القطب الشمالي، وده المياه فيها متجمده في معظم اوقات السنه، وحتى لما بتيجي السفنه عشان تبحر فيها كلها بتحتاج كسرات جديدة أمام، وده مكلف جدا. صحيح هي مسافتها أقصر، لكن الوقت اللي هتاخده في الإبحار هيكون أطول عشان موضوع كسرات الجليد. من ناحية ثانية إن شركات الحاويات العالمية حاولت إنها تستخدم هذا الطريق بشكل استكشافي ورجعت عن قرارها. لكن خلينا نتكلم بشكل موضوعي وعلمي، إنه في بنتيجة لزيادة درجات الحرارة في العالم الممر ده قد يكون صالحا للملاحه في بحلول 2035، ودي فتره في عمر الامم ما هيش طويله. لابد ان مصر تعمل على زياده القدره التنافسيه للقناه من خلال ان احنا بنعمل مراكز لوجستيه تعمل قيمه مضافه للتجاره العابره وللسفن العابره، ونقدم خدمات مميزه، وده اللي بيسون ويدعم القدره التنافسيه لقناه السويس. طيب يا دكتور، العامل المتعلق بالخدمات اللي كانت بتقدم ليهم وإدارة الأزمة، هل سيكون له يعني اعتبار بالنسبة لهذه الشركات، أم أنه هذه الشركات تفكر فقط في الاقتصاد والربح بالدرجة الأولى؟ لأنه الفكرة كمان أنه بعض الخبراء سلطوا الضوء على فكرة أنه هذا حدث استثنائي يعني غير معتاد. بالتأكيد استثنائي، لما بتكلم أنه مر من قناة السويس العام الماضي أكثر من 19,000 سفينة ويحصل حادث واحد، دي نسبة لا يعتد بيها. صحيح. صحيح إن الحادث كان مؤلم لأول مرة بيقفل المجرى الملاحي بهذا الشكل، وبالتالي طال أمد الأزمة، لكن الهيئة تعاملت بحرفية شديدة. يكفي إن ما حصلش تلوث للمجرى الملاحي وما حصلش ضرر للمجرى الملاحي أو السفينة. السفينة نفسها صحيح. ما حصلهاش حاجة، وحافظنا على الكرو وحياة، وكمان قدمت تسهيلات لوجستية للسفن المحتجزه سواء في الشمال او في الجنوب او في داخل القناه. كل ده بيبين حرفيه القناه في اداره الازمه، وازاي مصر قدرت تعمل ده بحرفيه شديده. حتى الشركه المالكه للسفينه لما كلفت بيت خبره متخصص في الانقاذ البحري، وهو بيت خبره هولندي، لما راجع السيناريوهات اللي بتعملها على قناه السويس لم يختلف صحيح. عن اللي هم قالوه، وبالتالي فاحنا ماشيين according to the state of the art زي ما بيقولوا، او وفقا لاحدث النظم العالميه في هذا المجال. وبالتالي فاعتقد انه محدوديه نسبه الحوادث وده متوقع، لكن خلينا نقول ان احنا ممكن القناه في مرات قادمه ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه، لكن يكون عندنا سيناريوهات متجهزه بسيميليتورز ويعني نماذج محاكاه، كيف لو حدث ازمات مماثله او ازمات اخرى ايا كان نوعها يكون عندنا اليه للتعامل معها تخفض زمن اللي احنا كتبناه في نهاية الازمه.
والزمن اللي تم ما كانش زمن طويل، زمن قياسي، والدليل الاسواق ما تاثرتش بحاجه. نعم، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من حديث وكل ما وضحته لنا. دكتور محمد علي ابراهيم، استاذ اقتصاديات النقل واللوجستيات والعميد الاسبق لكليه النقل الدولي واللوجستيات، اشكرك جزيل الشكر.